بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته اقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. مرحبا بكم الإخوة والأخوات في موقع شروق الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بشروق الإسلام على الأمة، وأن يرفع قدرها ويعيد أمجاد عزها وشرفها وسؤددها بإذن الله تبارك وتعالى. سلسلتنا المباركة بإذن الله عز وجل علامات الساعة. سبقت المقدمة في اللقاء الماضي، وذكرنا فيها ما ينبغي على المسلم اعتقاده في شأن الساعة، وقل إن هذا أمر عقدي ينبغي تعلمه، لأن هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا تقسيم العلامات إلى صغرى وكبرى، ثم تحدثنا عن أول علامتين من علامات الساعة، وكانت الأولى هي بعثة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الثانية هي وفاته صلى الله عليه وسلم. واليوم نكمل بإذن الله عز وجل حديثنا في هذه العلامات، فنقول بعد عون الله تبارك وتعالى وتوفيقه: العلامة الثالثة انشقاق القمر. انشقاق القمر، ولدينا في كتاب الله عز وجل سورة تسمى القمر، ذكر الله تبارك وتعالى في مطلعها قوله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا آية أي معجزة يعرضوا عنها ويقولوا سحر مستمر، أي إنكارا من الكفار لهذه المعجزة. قال الحافظ ابن كثير معلقا على هذه الآية من كتاب الله عز وجل، قال: كان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أن انشقاق القمر قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات التي حدثت في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، يعني طلبوا منه أن يعطيهم معجزة صلى الله عليه وسلم، فأراهم انشقاق القمر صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الله بن مسعود: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذا انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، يعني اشهدوا على رؤية هذا واعلموا. ولا يزال هذا الانشقاق موجودا حتى وقتنا هذا في سطح القمر، وقامت بتصويره الأقمار الاصطناعية، ورآه الناس عبر الفضائيات وغيرها، ويمكن لكل شخص أن يذهب إلى الإنترنت أو غيره فينزل هذه الصور المخصصة التي تظهر انشقاق القمر الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: اجتمع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان. وأبي قبيس وقعيقعان جبلان بمكة يتوسطهما الحرم، وكانت هذه الليلة طلبوا فيها ذلك كانت ليلة بدر، يعني القمر فيها تاما. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما سأله، توجه إلى ربه بالسؤال أن يحقق لهم هذا الطلب تصديقا له صلى الله عليه وآله وسلم. فأمسى القمر نصفين، نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اشهدوا. والله تبارك وتعالى قد ذكر هذا نصا كما ذكرنا في كتابه الكريم، وسمى سورة بهذا، سورة القمر، فهذه علامة ثابتة من العلامات الصغرى التي حدثت في قديم الزمان في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الرابعة انقراض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كون الصحابة ينقرضون ويموتون واحدا تلو الآخر، فهذا أيضا علامة من علامات الساعة. واسمع هنا إلى كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد،
وأنا صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، صلى الله عليه وآله وسلم. انظر هنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، أي صيانة لها وحماية، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابي، أي وقاية لهم وحماية لهم ما دمت بين ظهرانيهم فلا يصابون بسوء. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكان الأمان الأول للأمة وللصحابة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول هنا: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وقد رأينا كيف فتحت الفتن على الصحابة الكرام بعد موت الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وأصحابي، وهذا شاهدنا، وأصحابي أمانة لأمتي، أي وجود الصحابة أمان للأمة من كثرة الفتن وانتشارها وغير ذلك. فإذا ذهب أصحابي، يعني انقرضوا وماتوا ولم يبق منهم أحد، أتى أمتي ما يوعدون. وقد حدث هذا بالفعل يوم أن انقرض الصحابة وماتوا ولم يبق منهم أحد، فتحت أبواب الفتن والشهوات والشبهات على الأمة من كل اتجاه، فظهر من خلال ذلك أن انقراض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وموتهم هذا أيضا علامة من علامات الساعة. العلامة الخامسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي فتح بيت المقدس. وعندما بعث الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بيت المقدس تحت وطأة النصارى الروم، وكان الروم دولة قوية متمكنة، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بفتح بيت المقدس، وعد ذلك من أشراط الساعة، كما في حديث عوف بن مالك الذي ذكرناه في المقدمة، حينما قال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس. وبالفعل حدث ما أخبر به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت بيت المقدس في عهد الخليفة الثاني الراشد فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ذلك في عام 16 من هجرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك موافقا لعام 637 من الميلاد. وطهر الله تبارك وتعالى المسجد الأقصى وبيت المقدس من الكفر، وجاء فيه الإسلام على يد هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من قادة الفتح مجموعة من الصحابة: أبو عبيدة وعمر بن العاص وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا الفتح الأول لبيت المقدس الذي أخبر عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة الصغرى. وقد فتحت بيت المقدس مرة ثانية أيضا في تاريخنا القريب في عصر الدولة الأيوبية على يدي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان ذلك عام 583 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك موافقا لعام 1187 من الميلاد. وكما تعلمون أن هذا حدث في موقعة مشهورة نصره الله فيها الإسلام وأعزه على يدي صلاح الدين رحمه الله، في موقعة حطين المشهورة، حينما أخرج الصليبيين من بيت المقدس وردهم على أعقابهم مهزومين مدحورين. وقد حدث هذا بعد 90 سنة من تعطيل الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا يدلنا على أنه لا يأس ولا قنوط أبدا، لأن بعض الناس الآن يقول فلسطين والمسجد الأقصى له الآن أكثر من 60 سنة محتلة، وكيف ترجع بعد هذا العمر الطويل؟ نقول إنها رجعت على يدي صلاح الدين بعد أكثر من 90 سنة وأعادها الله تبارك وتعالى، ونحن الآن ننتظر الفتح الثالثة الذي هو أيضا علامة من علامات الساعة، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر
فينطق الله تبارك وتعالى الحجر والشجر فينادي فيقول: يا مسلم يا عبد الله، إن ورائي يهوديا تعالى فاقتله. فهذا بإذن الله عز وجل سيحدث قبل قيام الساعة، وهو من العلامات الصغرى أيضا التي سيأتي تفصيلها فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. العلامة السادسة أيها الكرام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: موتان ككعاص الغنم. ومعنى موتان هذا لفظ مبالغة على وزن فعلان، أي موت شديد كثير يصيب الناس. وهذا قد حدث بالفعل في طاعون مشهور يسمى طاعون عمواس. أما معنى كلمة الطاعون لمن لم يعرفها، فهي عبارة عن أورام تظهر في الجسم مع التهاب شديد يؤدي إلى الوفاة. وهذا المرض مرض الطاعون شديد العدوى وشديد الانتشار أيضا كذلك، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أما عمواس فهي قرية بفلسطين قرب بيت المقدس. فحدث هذا في عصر الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر فيها قوله: وموتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم. فحدث هذا بالفعل في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام 18 من هجرة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض الشام، ومات فيه بالفعل خلق كثير جدا بلغ عددهم كما تذكر المصادر 25,000 رجل من المسلمين ماتوا في هذا الطاعون الذي عرف بطاعون عمواس. ومات في هذا الطاعون جمع من سادات الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كان على رأسهم معاذ بن جبل رئيس العلماء الذي يأتي على رأس العلماء يوم القيامة، معاذ رضي الله عنه. ومات فيه كذلك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وشرحبيل بن حسنة، والفضل بن العباس بن عبد المطلب، وغيرهم من سادات الصحابة الكرام ماتوا في هذا الطاعون الذي يسمى طاعون عمواس، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره بصيغة المبالغة: موتان، يعني موت عظيم كثير أخبر عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أما تشبيهه صلى الله عليه وسلم في قوله موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم، قعاص الغنم هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الموتان هذا بقعاص الغنم، لأن الطاعون أيضا يظهر قرحة في البدن تسيل ثم يموت منها المصاب بعد ذلك فجأة، نسأل الله العفو والعافية. فهذه العلامة السادسة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة. إن شاء الله نكتفي على هذا المقدار في لقائنا هذا، على أن نكمل بإذن الله عز وجل في المرة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.